السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا بزوج مواضيع خوتي. موضوع تاع سعيد بن رحمة، واحد صحفي او منشط او رياضي او ما على باليش، ما قالوش واش العمل تاعو، يهضر على سعيد بن رحمة ويرفض، يعني قال لهم باللي حتى نحب لينغارد بصح نرفض ما جاء لينغارد، لان لازم نعطوا فرصه لسعيد بن رحمه. لقيتها البارح على كل حال، وكانت هناك التصريحات تاع سعيد بن رحمه، ونهضروا على الصفقه تاع نبيل بن طالب اللي مع جينوا، اللي خلاص يعني يعني كما نقولوا ما تمتش الصفقه لاسباب دوك نذكروا لكم الاسباب، ونحكوا ثاني في مشاكل نبيل بن طالب اللي كثير على حسب التعليقات اللي شفتها تاعكم تحبوه بزاف، غاد بزاف عن الميادين. دوك ندخلوا في الموضوع هذاك، نبداو قبل بسعيد بن رحمه. قبل ما نبداو ندعو خاوتنا، ربي يوحد بيناتنا ضد الفتن اللي راهي تدور في بلادنا، ربي يوحد بين الشعب الجزائري، وربي يحفظه وربي يحفظ بلادنا من الاعداء. هذا ما كان بون. ندخلوا في الموضوع تاعنا سعيد بن رحمه. كما راكم تشوفوا ديزيس فوتبول هذه تحكي، واش تقول لك؟ ويست هام يونايتد، دي فولكر يناقش مستقبل سعيد بن رحمة. شارك مذيع، هو مذيع، مذيع ويست هام يونايتد ديف وولكر، افكاره حول جناح هامر سعيد بن رحمة ومستقبله في نادي شرق لندن. يا خوتي هذا مذيع تاع ويست هام، تابع ويست هام، مذيع تاع ويست هام، ماشي مناصر ولا كي يهضر، يعني على باله هذا مذيع تاع ويست هام، يتبع ويست هام ويعرف ويست هام ويعرف واش كاين، بالك يعرف خير مني ويعرف خير منكم واش كاين داخل ويست هام. حنا بالك نعرفوا على سعيد بن رحمه، هو يعرف على ويست هام، فالكلام اللي راهو يقولوا لا تشفاو غير كيما عنده واحد اليومين ولا ثلاث ايام. درت لكم على ماجي لينغارد، قلت لكم ماجي لينغارد ما يساعد سعيد بن رحمه، وذكرت لكم الاسباب انه لينغارد العام اللي فات جابوه وطيروا بلاص سعيد بن رحمه وحطوه في بلاصتو. سعيد بن رحمه كي ما يلعبش في بلاصتو وما يقدمش اداء، ما تقوليش باللي تم الموسم تاعو الاولاني ومازال ما تبتش نفسه، نو ما كانش في الموقع تاعو، فهمت؟ ما ها وليك دوك تسمعوا مذيع تاع ويست هام واش يهضر، واش يقول لك؟ واسمو هذه، قال لك ياتي ذلك بعد ان شارك ووكر في استضافه حلقه هذه تاع ويست هام بودكاست هذه، قال لك حلقه حديث من هذه الصفحه، حيث تحدث عن مجموعه متنوعه من كما يقولوا الموضوعات ونقاط الحديث المتعلق بفريق ديفيد مويس. فيما يتعلق بموضوع بن رحمة الذي سجل هدفا وتمريرة حاسمة خلال فوز ويست هام الأخير 4-2 على نيوكاسل يونايتد خلال مباراتهم الافتتاحية الموسم الدوري الممتاز، تتطمهمش في سانت خيميس بارك، وقال ووكر هذا عن جناح على بن رحمة. قال بن رحمة الذي كان رجل في المباراة هو شخص أعتقد أنه يمكن أن يكون ضخما بالنسبة لنا، يعني راح يكون لاعب كبير يعني ضخم بالنسبة لنا، لكنه يحتاج إلى مباريات، وهذه هي اللي ما عطاهالوش العام اللي فات مويس. اسمع واش يقول، هذه مشكلة وهذا شيء يقلقني قليلا بشأن فترة الانتقالات والتحدث مع جيسي لينغارد، أرغب في عودة جيسي لينغارد إلى ويست هام، سأفعل ذلك حقا، نفرح وماذا بيا يجي لينغارد لويست هام. أفهموا يا ناس، شوفوا الناس اللي تعرف كرة القدم أو على بالها وش كاين، واش يقول لك بعدها؟ لكنني لا أريد ذلك على حساب بيني وسعيد بن رحمة. يا أخي قلت لكم خلاص نقولوا سموه بيني، اللي زونغلي يعني الملخص بن رحمة يسموه بيني، هما على سعيد بن رحمة هذا هو اللقب تاعو. على قالك لكن لا أريد ذلك على حساب بيني، لأن الموسم الماضي كنت أقول هذا في بودكاست، هاوليك هذا كان يدافع على سعيد بن رحمة، لقد حصل على الشيء عنه، لقد حصل بالفعل على شيء يتعلق به، لكن كل لاعب يحتاج إلى المباريات، لا يمكنك أن تتوقع الكثير من لاعب يلعب 20 دقيقة فقط هنا وهناك، 20 دقيقة هنا و 20 دقيقة هناك. ثم هناك حديث عن مويس لا يتخيله، يعني كان حديث على مويس أنه في الانجليز يا خوتي، في الانجليز في ويست هام كاين أخبار تقول باللي مويس على العام اللي فات باللي ما يحبش سعيد بن رحمة، هاي ليك. ثم هناك حديث عن مويس لا يتخيله، يعني ما
ماشي مهتم بسعيد بن رحمه، كان مهتم بزاف بلينكار العام اللي فات. المشكل العام اللي فات ما كانش فيه سعيد بن رحمه، كان فيه مويس. اللي بقى في عقليته هذيك يدبر راسه، وحنا جبنا قال ادله وجبنا لكم من ويسطام واش راهم يهضروا، ورانا جبنا لكم دليل. قال لك انه يحتاج الى الدعم، سعيد بن رحمه يحتاج الى الدعم، يحتاج الى اداء ثابت في الفريق اسبوعا اسبوعا في الخارج للوصول حقا الى إمكاناته الكاملة. وأعتقد أنه كان مجرد فئة مختلفة ضد نيوكاسل، فهمتوا؟ يقول لك بالنظر إلى الطريقة التي بدأ بها الجناح الجزائري بداية جيدة لموسم بأدائه ضد نيوكاسل الذي جعله يحصل على تقييم قوي للمباراة 8/10 مساء، مما يجعله اللاعب الأعلى تصنيفا في ويست هام في اليوم، إلى جانب ديكلان رايس. من المفهوم سبب قيل الووكر ما قاله ووكر بشأن وقت لاعبه هذا الموسم، معتبرا أنه أكمل 90 دقيقة فقط في الدوري في مناسبتين في حملته الأخيرة، زوج مباريات 90 دقيقة لعبر. هل تعتقد أن بن رحمة سيحظى بموسم كبير مع ويست هام؟ اللي يحب يدخل يفوطي فوطي. ومع ذلك فإن سيمة الجناح فقط كبديل غير مستخدم مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. هو الموسم الماضي ما كانش يلعب فيه، كيفاش حبيت انت لاعب يتألق في دكة البدلاء وتقول لي كيدخلوا 20 دقيقة؟ كي هما ماتش كومبلي، الناس راهي تلعب ماتش كومبلي وما راهش تألق، انت حبيت كل 20 دقيقة يماركي لك ويدير لك هاتريك. نو خلاص دوك كان جو نبيل بن طالب. نبيل بن طالب يا خوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا، هذه هي الأمور اللي على بالكم كاع باللي نبيل بن طالب راح جينوا ودار الفحوصات الطبية، صح ولا لا؟ لا وما تمتش الصفقة، هذه هي اللي دائما نقولوا كي تسمعوا فلان ما راح، كنتوا تخرطوا علينا وما راح ما والو. يا قلت لكم ديك خطرة باللي كاين امور تصرى اللي الصفقات ما تتمش، قلت لكم سواء النادي مع النادي ما يتفاهمش، سواء اللاعب مع النادي ما يتفاهمش، وهذا لا يعني ان الاخبار كاذبة. الاخبار الكاذبة دائما نحاولوا نقولوا انه هذا الخبر مشكوك فيه، واخبار صحيحة اللي نجيبوها من عند صحافة موثقة نقولوا هاوليك الصحافة هذه موثقة وهايليك واش راهي قالت. لا يعني انه اللاعب ما انتقلش كي تسمع باللي فلان ارتبط بالنادي الفلاني ومن بعد تشوف باللي ما راحش، لا يعني ان الاخبار كاذبة. والدليل هضرت لكم باللي يعني انتوما تشوفوا نبيل بن طالب دار الفحوصات الطبية، كمل الفحوصات الطبية وما تمتش الصفقة، خبر كاذب. راح بتصور جبنا لكم وجيالو كان شركي راح بن طالب بالفحوصات الطبية. بون نحكوا على جيالو كان، بعد نحكوا على نبيل بن طالب. قلت لكم على جيالو كان نحكوا على الخبر. قال لك جينوا تخطى وصول بن طالب على الرغم من أن اللاعب في قد خضع بالفعل للفحوصات الطبية، إلى أن الطرفين لم يعودوا إلى اتفاق للإغلاق يعني باش يتم الصفقة. لا جينوا بعد الآن لبن طالب، كما خضع اللاعب الجزائري لفحوصات طبية مع نادي روسو بلي، ولكن تم تخطي العملية الآن، يعني خلاص ما راحش تتم الصفقة. لم يعد بإمكان الأطراف العثور على اتفاق لإغلاق وأداة الاختلاف حول مدة العقد. إلى هذه الخاتمة أراد اللاعب عقدا مدته سنتان، بن طالب كان يطلب زوج سنوات على الأقل، من بالإضافة إلى خيار آخر، بينما كان العرض من نهاية سنة واحدة بالإضافة إلى خياران. يعني كان يطلب هذه الأمور وجينوا ما تفهموش مدة العقد، ما تفهموش فيها. ولكن انا هنا حبيت نفهم الوكيل تاع بن طالب هذايا كيفاش تفاهموا وراح تجوز الفحوصات الطبيه ومن بعد ما تفاهموش في مده العقد. يا هل طالت احنا ما عرفوا الانديه، هذه هي دائما نقولوا المشاكل من داك تلقاها في المراجعات، ما يعرفوش يتعاملوا مع الانديه. كيفاش انت ما دام رحت الفحوصات الطبيه يعني اتفقتوا على كلش، كيفاش بعد الفحوصات الطبيه تتحاوروا على مده العقد؟ احنا نعرفوا باللي الانديه تفاهم يوجدوا الورق، خلاص النادي مع النادي تفاهم وبعد اللاعب مع النادي مع النادي تفاهم، يوجدوا الورق تبقى غير سينياتور يروح يجوز الفحوصات الطبيه. اوكي كل شيء تمام، امضي مبروك عليك. كيفاش انت تجوز الفحوصات الطبيه وبعد تبداو تتفاهموا على مده العقد؟ هنا تعرف باللي مشكل ثاني تاع لي ماناجر تاع اللاعبين تاعنا، هذه دليل قاطع. نبيل بن طالب يا خوتي المشكل تاعو بكل صراحه لاعب رائع، لاعب جد رائع، على بالكم كيفاش كي كان في توتنهام وعلى بالكم كيفاش كي كان في شالكه،
ولكن المشكل في عقليه نبيل بن طالب. نبيل بن طالب خشين بزاف في راسه، اوكي مليح تكون خشين، ولكن ماشي خشين لدرجه انه بار اكزومبل تضارب بزاف مع اصحابك حتى تدلي تصريحات ضد النادي اللي راك تلعب فيه. انا معيت نشوف التصريحات تاعو، معيت نشوف النادي عاقب فيه على جال التصريحات اللي يدليها ضد النادي تاعهم. يروح للصحافه يبدا يقطع في النادي تاعو، يدلي واحد التصريحات ما عندوش كلام دبلوماسي ديرك اللي في قلبه في لسانه، حاجه مليحه ولكن راك تهلك في روحك، واش تحب دير؟ فنبيل بن طالب تاني انا قريت عليه بزاف في الالمان، واش صرا في توتنهام، واش نبيل بن طالب تقدروا تقولوا موسوس، يعني كي راكم مريحين نتوما في قلوب في غرف الملابس تقصر معاه يزعف منك ويكروشي معك ويتضارب معك، حاجه مليحه وكاين من امور حاجه ماشي مليحه، لانه هادو اصدقائك لازم تكونوا. هاو رياض محرز بار اكزومبل مؤخرا ولاو يسموها واسمه باسطا، فهمتوا؟ يعني باسطا هذيك الماكله تاع سباغيتي المعجنات هادو ما ياكلها بزاف، ولاو اللاعبين كيروحوا يدمونديو باسطا، يعني هنا كاين مزح تاع زملاء لازم. هذه هي الحياه، كيفاش تحب انت جابد روحك على اصحابك ما كانش كونتاكت مع اصحابك. فهنايا هذا هو المشكل، شفناها في توتنهام وزدنا شفناها في شالكا، يتعاقب شحال من خطره يا خوتي، بزاف يتعاقب. فالمشكل راهو في نبيل بن طالب. نبيل بن طالب خشين بزاف ويتضارب بزاف ويدلي تصريحات على النادي تاعو، يعني واش انا يا اخي قلت لكم واحد الخطره درت لكم فيديو قلت لكم معليش واش من نادي حابين يجيبوه ويستام ولا ما على باليش غير كيما عندها واحد العام ولا خرجوا غير سمعوا الخبر خرجوا الجماهير كاع بورتون جامي لعب عندهم، خرجوا الجماهير كاع قال لك احنا ما خصناش مشاكل غير ما يجيبوه الناس. معروف نبيل بن طالب ولا معروف على هذيك، انا نظن باللي جينو واحد بتجرب معاه عام، يعني نعطوك عقد عام ونشوفوا، ومن بعد هو نوحب عامين يضمنها تسمى شهريه واجده عامين، ومن بعد اذا ما تفهموش يريح وراه خالص فهما نو، قال لك نجيبوك عام عندك مشاكل انت نورمال مو تمضي عام، يحبوا يجربوك عام وعندك خيار واحد اخر خيار شراء ولا العلم عند الله واش كان في العقد وما تفهموش عليه. خاوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سلام.